جاي لك النهارده يا حبيب قلب اخوك، وجاي اقول لك انك لازم تشد الاحزمه مع اخوك ابو عادل، لان احنا رايحين دلوقتي لرحلتنا المفضله وهي المتجر، ومش بس ب 13000 فيفا بوينت زي انت شفت امبارح. بس انا عايزك بس ايه من الحماس كده انك تنزل تعمل لايك يا قلب اخوك، وتعمل الاشتراك الجميل لو انت لسه راجل جدع ولسه جميل اول مره تشوفنا. عايز اقول لك ان احنا يا جدعان فضلها حاجات بسيطه بس، ونوصل ل 223000 مشترك. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على طول نخش على فيفا موبايل، ومعانا دلوقتي 20000 فيها. الحوار كبير يا حبيب قلب اخوك، يعني انا حاسس بيك. انا اهدى بس كده وتريث، انا حاسس بيك ان الحوار كبير. معانا دلوقتي يا جدعان 20000 فيفا بوينت، والناس اللي هتيجي تقول لي ابو عادل انت بتشحن منين؟ انا بشحن من الستور بتاعك يا جدعان، حرفيا ارخص سعر في مصر. هتقول لي ازاي ابو عادل؟ هو فعلا بص انا هقول لك على حاجه، لو جينا هنا يا جدعان عروض عندك مثلا عروض محدود، عندك هنا ال 7000 ونص فيفا بوينت عاملين 900 بالضرايب عاملين 1000. انا يا اسطى انا بالسعر القديم، فاكر انت السعر القديم؟ انا لسه شغال بالسعر القديم في الستور بتاعي. فلو انت حابب تختم تشحن تعمل اي حاجه تصريح نجم، هتلاقيني سايب لك رابط الستور رينج. بص رقم الواتساب موجود تحت في الديسكربشن، فاهم؟ خش ظبط الدنيا كده يا حبيب قلب اخوك لو انت حابب. ونيجي دلوقتي يا جدعان ونخش على المتأقلم، احنا عارفين ان احنا هنختم الباكجات. خلصنا خلصنا، يلا بينا يا جدعان استنى على الشاي بالله. طبعا احنا ختمنا اصلا الباكة دي امبارح وكسبنا فيها بيتت، بس احنا جايين نجرب حظنا تاني، يمكن نكسب بيتت تاني او ممكن نكسب ريفالدو يوفر لنا فلوس بدل ما احنا هنجيب مهاجم تاني يا جدعان، لان احنا فعلا محتاجين مهاجم تاني. خلصنا خلصنا، عملت اللايك عملت الاشتراك دي بحظ اللايكات يا جدعان، ولك روح يا ابو عاد بحظ كل اخواتي الحلوين اللي عملوا لايك يا جدعان. تمام يلا بينا. مين؟ ايه ده؟ الو الو ثانيه شباب، مش المفروض إيه؟ الو ايه يا جدعان؟ يا اسطى مش كده يا اسطى، مش المفروض يا جدعان؟ هو احنا فينا من كده من البدايه؟ احنا فينا خم. خلصان العب خم بخم بقى. تمام العب يابا العب. خلصان يلا يا جدعان، ده عملنا بحظ اللايكات. تمام ده بحظ الاشتراكات يا جدعان، ولك روح يا ابو عادل ارمي الهلب وهات لنا ريفالدو. ريفالدو برازيلي؟ ايه ده الماني؟ ار دبليو مي مين يا جدعان؟ حجي تعالى يا حجي تعالى حجي. بس حجي مش الماني، حجي بلجيكي. المهم ايه، ما علينا ما علينا مش مهم، اهم حاجه في ملايين رايحه جايه، فاهم انت؟ مش مهم هو منين. يلا يا جدعان لحد دلوقتي حظ الكومنتات حلو، ولا حظ انا نسيت احنا كنا فاتحين بحظ ايه؟ ما علينا، حظ الكومنتات اعتقد احنا فتحنا بالاشتراكات. تمام حظ كل الناس الحلوه اللي بتيجي في البدايه، ده الباكا ده يا جدعان بحظ الناس اللي بتيجي في البدايه يقولوا اول ما الفيديو ينزل. لك روح وريني حظك بقى، ما تورينيش حظك يا اسطى، خليك في مكانك. فاهم انت؟ يعني انت شايف يا يعني انت اكيد يعني ماشي ماشي يا فيفا. برضه تاني برضه نفس الوقت تاني برضه نفس الوقت تاني برضه. خلصان معانا دلوقتي يا جدعان خمس باكات لسه. تمام لسه الحوار كبير معانا. عملت اللايك يا اسطى، عملت الاشتراك، خلصان. دي بحظنا كلنا بقى يا جدعان. تمام دي بحظنا كلنا بحظ اخواتي الحلوين. خلصانه خلصان لك روح، حظنا كلنا يا فيفا، ما تكسفيناش يا فيفا. ريفالدو برازيلي بقى تاني حج تاني تاني حج تاني. تعالى يا حج تعالى يا اسطى، في ايه يا حج؟ ايه يا حج مالك يا حج؟ مالك يا حج في ايه؟ 750 جاره طلع بيتت 20000 فيفا بوينت يطلع لي حجي؟ خلصنا يا جدعان خلص عادي جدا عادي جد، ولا كان حاجه حصل. 5 مليون حلوين حلوين، قول حلوين يا اسطى حلوين. ما علينا يلا يا جدعان، الباكه دي بحظ اخواتي الحلوين اللي هيروحوا يشتركوا عند طنط ندى، واللي هم اصلا اوريدي مشتركين عند طنط ندى. خلصنا خلصان يلا يا جدعان. تقول لي مين خطيبتك يا جدعان؟ هي فاتحه برضه تفتح باكجات وبننافس بعض، بنشوف حظ مين احلى، حظنا احلى ولا حظها هي احلى. يلا يا جدعان لك روح بحظ اخواتي الحلوين. خد تعالى ما تروحش، خليك قاعد خليك عند. ايه يا اسطى؟ ايه يا اسطى الكلام ده يا اسطى؟ ايه يا فيفا برضه تاني يا اسطى؟ ما خلاص يا حاج خلاص يا حاج، كرخ ك ك كرغير كرغير، خلاص يا كرغير. في ايه كرغير؟ ايه يا اسطى مش كده يا اسطى؟ اطلع لي مرتين وحاج مرتين،
وانا بتاجر فيكوا يا جدعان. ماشي عادي، ولا هزنا ولا يهمنا كمان، ولا يهمنا يا جدعان. لك روح البكه دي بحظ اخوك ابو عادل، واتفرج على الحظ، اتفرج على الحظ. برازيلي، انجلترا، اس تي، ليفربول، مي بر. لا والله فرقت من 105 ل 106. ماشي حلو حلو. كم مليون انت؟ ها كم مليون؟ والله لا شوف، مليون و600 يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. 1000 ونص ليه؟ هو الواحد فيفا بوينت ب 1000 كوين؟ والله الحوار حلو يعني. تمام خلصان. الله يا جدعان يا رب. بص احنا عايزين ريفالدو، فاحنا هنعمل ايه؟ احنا ندوس على بيتت 3 مرات تمام، وندوس وما ندوسش على ريفالدو. فيفا هتفهم ان احنا عايزين بيتت فتطلع علينا ريفالدو. فهمت الفكره؟ عملناها كتير قبل كده ونفعت معانا، خد بالك. يلا يا جدعان يلا. علي النعمه لو الواد تاني، اقسم بالله اقسم بالله كم مره ما هعمل حاجه. هو لا ده لايت مان خلص. ليت مانين تمام يا ليت مانين تمام. يا اليسون والله العظيم يعني. اخر باك يا جدعان، اخر باك معانا، اخر باك معانا. نعمل فيها ايه طيب واحنا حظنا زي التفاهم انت؟ يلا بينا يا جدعان. لك روح يا ابو عادل ان شاء الله. هي انا فاتح علم. يا فيفا جت تظبط الحظ دلوقتي يعني؟ برضو تاني؟ برضو تاني يا اسطى؟ ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ مش كده يا عم، في ايه يا عم؟ انت هربان يا اسطى وجاي تستخبى عندي في التشكيلة؟ مش كده يا عم، في ايه يا عم يعني انت؟ ايه يا اسطى؟ الكلام مش كده. والله العظيم ايه يا جدعان ال يا خرابي يا جدعان، يا خرابي. تعالوا نفتح لنا يا جدعان الباكل تعالوا يمكن نكسب العيران. 30 مليون في الجيب يمكن. تعال يا عم. اوبا الحوار فيه توتي. جاكبو تعال جاكبو، تعال حق جاكبو. حلو 103 عامل 600000. حلو مش هتقول لا، فاهم انت؟ مش يعني مشيها قول مش قول مشيت. يلا يا جدعان تاني مين؟ اوبا لا ده الحوار في ايكون بقى. جي كي بتاع ليفربول الواد دودك. تعال يا دودك، تعال يا دودك، تعال دودك يا جدعان. عامل 5 مليون لوحده، فاهم انت؟ لوحده عامل 5 مليون، فالحوار جميل قوي والله العظيم. فبالمناسبه دي احنا ممكن نعمل حاجه، ما ان دودك 106، وعايز اقول لك على حاجه، هيبقى قلب اخوك طنط ندى خطيبتك يا جدعان قربت توصل ل 50,000 مشترك، فاضل لها 800 مشترك بس، لاجل اخوك ابو عادل، عشان خاطر اخوك ابو عادل، يعني بيطلب منك طلب اخوي حب كده فاهم؟ عايزكم يا جدعان تروحوا تعملوا اشتراك وتقولها من طرف اخوك ابو عادل خلصانه ونوصل 50,000 مشترك. طب هنجيب القناه منين ابو عادل؟ هتلاقوها يا جدعان عامله كومنت مثبت تمام في الكومنتات. خش على القناه دي اللايك دي الاشتراك قولها من اخوك ابو عادل ابو عضله خلصانه؟ خلصان. انا واثق ان احنا هنوصلها 50,000 مشترك النهارده يا جدعان. يلا بينا، ورقم الستور موجود في الديسكريبشن. يلا يا جدعان ما عندكش اي حجه تاني، انت كده يابا مالكش اي حجه خلاص كده فاهم انت؟ يلا يا جدعان نجيب لاعبين 106 تمام، ومعانا اللاعب الواد دودك 106 برضو، نعمل بوم مقايضه صح؟ قول لي صح. خلصان. يلا يا جدعان. اوبا مين؟ انجلترا يعني ده امريكا. انا والله العظيم. تعالى ديمبوسي، اتنين بقى ايه؟ اتنين كومبو عليك عرض يعني يا اسطى؟ المشكله انك مش بتتباع، كومبو عليك عرض. خلصانه والله العظيم. يلا بينا يا جدعان نخش على المقايضه الجميله. فين ال 106؟ لا اكيد 108 عشان ولا كاننا شفنا حاجه، ولا كانك شفت حاجه معايا على طول كده فاهم. خش على عادي جدا
عادي هتقول ايه طيب مشيها يلا. المهم اوبا حج بيباع حج بيباع حج بيباع تعالى يا حج تعال بص 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 سكه ودغري كده هنخش على شغل بعض يابا انا مش عايزه. فانت عشان اللاعب بتاعك يباع هتكتب 5990 بص الناس هيفتكروها انك بتبيعه ب 5900 فيقولوا انت عندك بتبيع اللاعب اقل فيجوا يشتروه. قلت لكم انا الخدعه دي قبل كده خدعه التسعه. اوبا ثانيه خسرت كان مطلوب كان مطلوب بستة الطلب بستة والله ماشي مفكرش تاني والله مفكر تاني ماشي بس انا قلت يعني عملت اللي علي. يلا يا دودك والله يا دودك والله يا دودك انا حاسس ان هما ليه بيطلبوك اكيد في منك سبب والله اكيد في منه سبب يا جدعان ان الناس تطلبه. ايه هو السبب انا مش عارف والله العظيم ايه هو السبب انا مش عارف. يمكن في يمكن شكله حلو يا جدعان الواد ده بيتباع لو انت كسبته ولقيت يا جدعان بص بص عشان بس ايه لو انت كسبته ولقيت 999 اعرضه للبيع وهيتباع تاني يوم هتلاقيه متباع لا تقلق. تعالوا يا جدعان بقى نشوف ايه حصيله النهارده الواد ده بي ايه الدنيا 920 تعالوا نشوف حصيله النهارده حجي 6 و6 12 12 و5 6 15 15 بقى شيل الضريبه عشان ما تقولش بعد سايت رياضه شيل الضريبه خلصنا ومعانا هنسترد كله كام سكه ودغري 78 حلو. تعالوا يا جدعان نكملهم ايه نكملهم 100 فين الرجاله هات لي يابا الايقونات يابا هات لك احنا لسه هنروح يمين وشمال انزل تحت على الايقونات ده احنا محتاجين يا جدعان نطور التشكيله محتاجين اوبا الحوار فيه شوف دي حصيله ملايين دي فاهم حصيله 20000 فيفا بوينت ما يغركش ده مليون فاهم مليون كوين بس شقي فاهم انت شقي المليون ده شقاوه يعني هتلاقي فيه بركة يعني مليون كوين اللي انا هستلمه ده فيه بركة يا جدعان هحس ان هو 100 مليون انا طبعا بطبل لنفسي عشان ما احسش بالخسارة بس قول لي جدع يا ابو عادل قول لي عاش يا ابو اي حاجة مشيها لي يا اسطى يلا يا عم روح وانتوا ايه الكلاء. طب يا جدعان دلوقتي اللعبة اللي احنا كسبناها دي بيتعمل بها ايه ما بيتعملش فيها ولا بيتحط في مقايضة ولا بيحصل فيها اي حاجة صح صح. تعالوا يا جدعان بقى كده ايه نخش على الحدث نخش على الحدث يمكن لا ما بيتحطوش هنا متجر لا تصريح مهام لا ما بيتعملش بهم حاجه يا جدعان المشكله انه ما بيتعملش بهم حاجه. تعالوا نستلم اللاعب كمان بالمره يلا احنا خلصنا اللاعب اصلا خلصان خلصان يلا يا جدعان نخش نكمل يا جدعان في ال... في 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 في, في, في ال... يلا انت فهمتني مش لازم نوضح انت اكيد فهمت. بصوا يا جدعان احنا دلوقتي قدامنا باكا تمام ام 2500 علاوه 50% يعني ايه علاوه 50% تحتوي على لاعب يو سي ال تتضمن ار تي تي في اف يعني ايه انا النعمه فهمت يعني ايه. طب ثاني فكنا من ده شلك على ب 2500 الايك لعب بلس 106 الحد الاسبوعي حزمه يو سي ال الفائقه المحدوده حزمه خصم على حزمه يو سي ال الفائقه سي ما فهمتش حاجه يعني والله العظيم ما فهمت يعني هنا بعمل ايه علاوه نجرب 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 ما حصلش حاجه نجرب يلا يا جدعان يلا يا جدعان نجرب عادي جدا لك روح مين اوبا مش ايكون لا فرنسا مبابي سي بي معرفش مين على ماشي ماشي يا ريتني ما جربت اقسم بالله يا ريتني ما كانت تنقطع قبل ما تجرب يا ريتني ما جربت 2500 انت بكام يالا انت بكام يا ريتني ما بصيت انت بكام ايه ده قصيمه يا عم خش معانا كام 6 تعالى يا عم ان شاء الله نكسب لعب 108 ان شاء الله يعني يلا يا جدعان ان شاء الله 108 ان شاء الله برازيلي كاسيميرو ليفربول ايه يا اسطى انت ايه هو جمع واكسب بتخيلوني ليه ما تجيب يا عم كاسيميرو يا عم ولا كاسيميرو مش ما بتخيلني ليه يا فيفا يعني لا والله بتخيلوني ليه انا يا جدعان جات لي مسج
يلا يا جدعان نكمل، يلا يا جدعان نكمل، يلا يلا ان شاء الله ان شاء الله لاعب 105 بقى. اقسم بالله بدا يجيلي صداع يا جدعان من الحظ ده، حظ جميل قوي. ايه ده والله العظيم بدا يجيلي صداع. لا يا خرابي مش مستحمل الحظ. ايه ده، تعالى في بينه، تعالى روح في بينه، روح روح والقلب داعيلك مش عايز اشوفك يا جدع. دماغي بدات توجعني، وريني كده يا ريت ما فيا خرابي، يا ريتني. جسمي بدا يستحر يا جدعان والله العظيم. يعني انا ايه اللي عمل في شقي؟ ايه ده، ايه ده كمان؟ ما علينا مش مهمتنا يعني. تعالوا يا جدعان احنا عايزين دلوقتي ساعه تشكيله اللعيبه ال 112 ايه اللي حصل فيه يا خرابي. دغدغت يا جدعان، اغيسونا اغيسونا لا بجد بجد اغيسونا. اوبا سي ام بكام؟ 90 يا خرابي. فلفل بك يا خرابي. يا لهوي يا جدعان، عندنا افنبرج افنبرج. ماشي ممكن نعتمد على لو احنا نلعب بخطه 4 2 4 90 و90 180. يعني انت بتتكلم في 180 مليون يا اسطى، كتير برضو مش حبه فاهم، كتير يا جدعان 180 مليون. ماشي هنحتاج واحد كمان سي ام. بصوا يا جدعان احنا ممكن نعملها بكره، نلعب بخطه 4 2 4 ولا نغير الخطه نلعب 4 1 2 1 2 عريضه اللي فيها ار ام وال ام، علشان برضو ما نبيعش يعني. احنا هنضطر يا جدعان، ودي اللعيبه تعالوا نسترد الملايين. انت كام مليون؟ 61 خلصان. يلا يا جدعان معانا دلوقتي 177. احنا كده يا جدعان هنضطر نستغنى عن ناس كتير قوي في التشكيله، هنضطر نستغنى. لو احنا لعبنا ب 4 12 12 هنستغنى يا جدعان يا اما عن فينيسيوس يا اما عن رونالدينهو وميسي تمام. ولو لعبنا ب 4 2 4 هنضطر نستغنى بتشابي الونسو وفيديتش، وده حلوين الى حد ما حلوين. وممكن نرجع زيدان يلعب هو صانع العاب ونجيب مكانه الواد السي ام. يبقى كده اعتقد 4 2 4 هي هي الصح، اعتقد يا جدعان اعتقد هي الصح. فلو انت شايف انها صح قول لي تحت في الكومنتات حبيب قلب اخوك. ومش عايز اقول لك مع السلامه، لان انت كده كده تشوفنا بكره باذن الله. ولو انت من الناس الحلوه اللي بيحبوا اخويا اخوك ابو عادل ورحت اشتركت عند طنط ندى عشان نوصل ل 50,000 مشترك، انزل تحت اثبت لي تحت في الكومنتات. ومش هقول لك مع السلامه، انا اقول لك بيس.